أتعب عمله هو اللي يتحده. إيش اللي عندك من؟ أنا في حديث مبادرة يا أبو. مبادرة إن شاء الله بكرة. كل أنت هذه مبادرة كنت عايض. مبادرة أنا. مبادرة كنت عايض مبادرة ثانية كلهم. هذا فيه حديث عن الإمام علي رضي الله عنه. من تصدق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنة من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. هذه عن الإمام علي رضي الله عنه. فهذا اللي أنا أقدر أقوله. فبادر 150 ريال. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة يا رب العالمين. الله يبين وجهك ويجعل حالك. باقي في شيء في خاطرك؟ لا والله. في شيء في خاطرك تبغى تقدم على الجمهور؟ إيش قلت أنت؟ ما خليت شيء. أنا بكرة بتكلم. الله في شيء عن الصدقة؟ كل شيء قلته أنت. الله يطول عمرك. طيب الحبيب ضالي.